قضبان يا باشا في بلد الكل فيه مسجون، خايف من قلب الولد كان بالأمل مسكون. صوته رصاص يدوي ما يصد أي دروع، ماشي في طريق مرسوم ما فيهش أي رجوع. أمر يا باشا بنظرة مش شرط حتى كلام، كفاية عليه أمل، كفاية عليه أحلام. قضبان يا باشا كتير والخلق عالجنبين متهان، ما تعرف مين مسجون ومين يا بشر سجان. شمال يمين مساجين، حتى اللي كان سجان بقى هو نفسه سجين لصاحب القضبان. بليز ولا ولا لا ولا مش عارف حاجة. لا اثبت يا ولا لا رجال. نو بليز نو لا رجال. اثبت يا من امتى بتشتغلوا لوحديكوا؟ الواد ده لو فيص دلوقتي هيبقى الوضع لسه ما عرفناش منه حاجه. من امتى بتعملوا كده؟ والله الله يا باشا كان عايز يهرب. يهرب؟ انت اهبل يالا، يهرب من هنا ازاي؟ نعمه يا باشا كان عايز يهرب. انت مستعجل على ايه يالا؟ هيروح مننا فين؟ بالك هذا مرتضى؟ بيعجبني فيك اخلاصك في شغلك اهو. انت هلا سايب بالك كده ايه؟ صح، انت هتخلص امتى؟ اسبوعين يا فندم. اسبوعين طيب، تبقى تحلقها ها؟ ازيك يا احمد؟ قوم يا بالراحة بالراحة يا ابني شوية بالراحة عليه، حرام عليكم. ايه يا ابني انت مش سامعني ولا ايه؟ I won't speak with that wire. ده ملبوس يا باشا. بالعربي اروح امك. عايز محامي. محامي؟ مين؟ يعني ايه محامي؟ What am I doing here? I want to go home. I don't know anything. I don't have any money. بالعربي اروح امك. مش عارف حاجة. أول مرة أنا جيت مصر. مفيش صحاب، مفيش سياس. سياس؟ سياسة؟ كان ماشي في مزارات يا باشا. لا انا كنت ماشي في الشارع والله. اول مرة تنزل مصر ونزل لي مزارات يا باشا. اديني النيابة ولا مفيش؟ انت يا ابني بتجيب الاسامي الغريبة دي منين؟ الواد ده حد ضربه على دماغه ولا ايه؟ ده بيقول لك نيابة. لا روح امك، البلد دي مفيهاش غير ظابط وعسكري. وكهربا يا حيوان، ممكن يموت يا حيوان، وحياة أمك تعملها تاني من غير إذن لربطك جنبه. طب يكتب يا احنا بقى. لسه ما عرفناش منه حاجة يا حمار. طب يكتب ارفع يا حمار. بالراحة بالراحة. ايه يا ابني ده؟ انتوا معطشينه؟ دي اخلاقنا برضو. كوبايه ماء ساعة هنا يا مرتضى. اشرب يا احمد، اشرب يا حبيبي، اشرب. اشرب يا احمد بالهنا والشفاء، اشرب. بقول لك يا احمد، احمد الملفات اللي عند المستشار الزند، الملفات دي تلزمنا قوي. وديتها فين يا ابني؟ I don't know. I don't know what you're saying. طيب اهدى 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 اهدى. عارف احمد الملفات دي لو ما ظهرتش هيحصل لك ايه يا حبيبي؟ مش فاهم. What are you saying؟ احمد فين؟
في شويه ورق مهمين. I don't know. يا ده اسمع. I don't know. في شويه ورق مهمين. I don't know what you're saying. من فيلا المستشار زين. I don't know what you're saying. اسكت يلا. طب اشرب اشرب. بس يا مرتضى. حبيبي بالهنا والشفا. يا ابني احنا مش كفره. يا احمد الكهرباء بتوجع قوي بعد الميه. فين الملفات يالا؟ الملفات فين يالا؟ I don't know. مش عارف. بص يا احمد بيننا يا ابني مش هنتفق. خد بالك يالا انا ما بجيش لحد نوبتين. لو سبتك مش هنتقابل تاني يوم القيام. برافو. انت اخوان يالا؟ انت طلعت اخوان؟ اسمي مش احمد، اسمي رامي. انا مسيحي كاثوليك. الاي دي في الشنطة. My name is not Ahmed. My name is Rami. What is wrong with you people? Look what you've done to me. I want to go home. I'm Catholic. What have you born and done to me? I need to go home. صوت رصاص يدوي ما يصد أي دروع. ماشي في طريق مرسوم ما فيهش أي رجوع. أمر يا باشا بنظرة مش شرط حتى كلام. كفاية عليه أمل كفاية عليه.